لو احتاجنا لا قدر الله طبعا مثلا في عمر السنة أو قبل كده إن يحصل جراحة في العين، أيوة. الأهل بيبقوا مخضوضين، طفل صغير قوي والبنج، وإزاي حضرتك تقول لهم إيه الاستعدادات اللي المفروض تتعمل قبل العمليات دي، وإيه الحاجات اللي لو حصلت يبقوا مطمنين؟ طبعا اول ما طبيب بتاع الرمد بيكتشف حاجات ان في حاجه ساعات بتحصل في المشاكل، عنده مثلا ديتاشمنت في السيرباكيه، في انفصال شبكي، طفل طبعا مولود نتيجه مشكله اثناء الولاده او عيب خلقي او ميه زرقاء، يعني ميه زرقاء او ميه بيضاء في العين، كاتركت، في حاجه اسمها كونجنتال كاتركت، ميه بيضاء في العين والطفل ما يشوفش الاثنين، تلاقيهم مظلمين مش شفافين، او زياده في الميه اللي داخل حدقه اللي داخل موجوع العين اللي هي ما يسموها الميه الزرقاء. تمام. فطبعا بتاع الرمد بيبعته لي انا كطبيب استشاري اطفال بكشف عليه. اكتر حاجه طبعا ما يكونش عنده كحه، لان تبوظ اي عمليه في الرمد كحه، أكيد. يعني التهاب في الشعب الهوائيه، التهاب في الرئتين، فانا لازم افحصه كويس، ما يكونش عنده رشح او التهابات في الجيوب الانفيه ممكن تؤذي العمليه اثناءها او فيما بعد، يعني بوست أوبرت ممكن يبقى مشكله، فطبعا لازم ان انا اكشف صح ونشوف ايه الحاجات الادويه اللي تمشي مع الحاله دي. أكيد. وطبعا للعلاج لو هدي انتي بايوتيك لازم بكميات معينه بتتحسب وفتره معينه لحد ما بطمن ان الطفل بقى سليم جدا. وبكتب ريبورت للدكتور بتاع الرمد ان الطفل ده ممكن دلوقتي يخش العمليات، صحته جاهزه ان هو يدخل يخش العمليات. مهم قوي.